السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هتكلم النهاردة معاكم عن الفيديو اللي نشره محمد رمضان على حسابه الرسمي تويتر امبارح، وهو بيقود احد الطائرات، وعلق الكابتن وقال: والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق الطيارة دلوقتي. انتم متخيلين يعني محمد رمضان بيقود طائرة؟ يعني حاجة غريبة جدا، وزي ما هو قال في الفيديو ان دي حاجة غريبة من نوعها. انا هجيب لكم الفيديو هتشوفوه دلوقتي، وبعدين هرجع اقول لكم رئيس سلطة الطيران المدني قال ايه او علق على الموضوع ازاي. تجربة اولى من نوعها ونزول الطيارة. قلب ابيض باسبوري اسود، مش بتفتش في المطار، في البنك بيسألوا من اين لك هذا، ما بردش عليهم، غلاسة بغلاسة ورق كتير، هات اساتك ودباسة، بيسمعني بنات سوالف شكلي هعمل بيزنس مع ناسا، في السما بخمس بالاباتشي، القمة مكاني مش همشي. في مصحف محمد رمضان هو اللي سايق الطيارة دلوقتي. شمال دي بعد اذنك. سمعتوا وشفتوا يا جماعة؟ لسه في ايه اكتر من كده محمد رمضان ما عملوش؟ طبعا ما ينفعش ان هو يقود طياره، حتى لو الطياره دي الطياره الخاصه بتاعته. انا هقول لكم دلوقتي راي خالد عبد المنعم نائب رئيس سلطه الطيران المدني لقياسات السلامه الجويه. قال انه اذا ثبت قياده محمد رمضان لطائره فعليا، فانه ذلك يعرض كابتن الطياره وطاقمها والشركه بالكامل للمساءله القانونيه. واكد عبد المنعم في تصريحات لمصراوي ان تلك الواقعه لو حدثت على خطوط مصر للطيران تقفل الشركه، نظرا لوجود قواعد ونظام دولي يحكم الطيران، متسائلا كيف يحدث ذلك في الاساس بان يجلس اي راكب بجوار قائد الطياره ويقودها، ولو بقت كده يبقى كل واحد يحكم القانون بتاعه. واكد عبد المنعم ان كابينه قياده الطائره خاصه ومصفحه، ولا يدخلها الا طاقم الطائره، بالاضافه الى السماح بدخول المضيفه بالطعام والشراب فقط لا غير، وممنوع منعا باتا دخول اي راكب داخل الكابينه الخاصه بالطائره، كون ذلك امن طيران وارواح بني ادمين. وكانت مصر للطيران نفت في بيان رسمي اليوم علاقتها بالفيديو المتداول لرمضان، موضحة أن هذا الموقف لم يتم مطلقا على أي من رحلات الشركة سواء الدولية أو الداخلية. الله أعلم، بس الفيديو واضح جدا أنه هو في طيارة، والكابتن حلف أنه يعني محمد رمضان هو اللي بيقود الطيارة دلوقتي. عموما أنا هستنى تعليقاتكم على الموضوع ده وعلى تصرف محمد رمضان، شايفينه إزاي؟ أنا من رأيي الشخصي أن ده جنون طبعا. ياريت بقى تحطوا لايك للفيديو ده، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو أنتوا أول مرة بتشوفوا قناتي، وفعلوا الجرس علشان أي فيديو جديد أنزله يوصل لكم على طول. وبشكركم جدا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.